يا صاحي فات قبايا الحرب مني سلام ردات الطيب وانتم تستحقونها الصاحي فكريما والجماعة كرام وقفيت ما يجوز العذر من دونها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات البرنامج المفتوح لصحيفة حرب الإعلامية، والتي نستضيف به عدد من الشعراء وهم الشاعر فالح الرويطعي، مساك الله بالخير أبو ياسر. مساك الله بالنور. والشاعر سعد المحمدي، مساك الله بالخير أبو تركي. والمنشد أحمد جايز البدراني، مساك الله بالخير أبو جايز. في البداية مع أبو ياسر نود أن نتحدث عن البداية، بداية الشعر أبو ياسر. والله بداية الشعر أنا من بداية الشعر من الولادة، زي ما من الولادة بداية الشعر، لكن البداية الفعلية تقريبا في المحاورة 1415. إيه هذه المحاورة. طيب والنظم متى بديت فيه؟ والله يعني تذكر العمر اللي بديت فيه؟ لا والله ما أذكره. إيه أبو تركي كذلك نفس السؤال، البداية متى كانت يعني؟ والله البداية هم أنا صغير البداية إيه؟ يعني أنا تأثرت بالوالد الله يرحمه، الله شاعر يعني معروف عبد الله بن دومان. إيه تأثرت فيه ومن البداية، وأنا ما هذا يعني من البداية زمن يمكن عمري 10 سنوات وأنا أقول الشعر. يعني أنت خرجت من بيت شعر؟ أكيد. إيه. طب وهذا وش أثر عليك يعني؟ والله أثره كل أثره طيبة علي، يعني أنا بحيث كنت مع الوالد وكنت أحفظ قصائده، و كل قصيدة يقولها كنت أحفظها. إيه. عارف كيف؟ لين تأثرت فيه صار يعني أعتبره لي مدرسة. إيه. الله يغفر له إن شاء الله. آمين رب العالمين. أبو ياسر وش هو القصيدة يعني عرفت فيها إعلاميا؟ والله ما أذكرها، لكن أنا لي قصائد كثير لكن ما أذكرها. ترى أنها الأبرز يعني إعلاميا الأشهر لك؟ ما أذكرها والله، يعني في ال أنا عندي ديوان صدق المشاعر طبعاً. إيه. أصدرت الديوان صدق المشاعر في عدد من القصائد. إيه. طيب تذكر أول قصيدة؟ لا والله. أول قصيدة قلتها؟ لا والله ما أذكرها. في عمر كم؟ والله ما أذكر منها شيء، لأنه أنا مدونت القصائد كلها مدونة في صدق المشاعر ديوان. في الديوان. طبعاً. نعم. إيه. ومذكورة يعني. نعم نعم. تاريخ. طيب. نبي نسمع منك مشاركة أبو ياسر. مشاركة المحاورة ولا النظم؟ المحاورة بتطرق لها إن شاء الله بعد شوي. طيب. كثرة وقلت هروج الهراريج، أخذت هرج مصدقين الهروجي، كبيت هرج مروج الهرج ترويج، الدايج اللي بنى مايم يدوجي، اللي سواليفه كبار الدحريج، واللي تمطاها بلي سروجي، ما بالش العقيل غير المراجيج، اللي يعوجون السواليف عوجي، مقل دل وكثرة الهرج تسميج، لاني سموج ولام صاحب سموجي، حاسب حساب المدخل والمخاريج، قدام مدخالي أميز خروجي. خروج. سلامتك. صح لسانك. أبو تركي وش أول غرض كتبت عليه؟ طبعا أنا أقول لك يمكن كل الشعر أول غرض الغزل. إيه. يعني أنت هل خلفت مثلا القاعدة ذي؟ لا والله ما خلفتها، يعني بداية الشاعر لازم يكون الغزل عشان هو أهون. صح. الشعر ولا أقرب للقلب دائما. فعلا. تذكر مثلا أول قصيدة لك، يعني هل هي صالحة للنشر من ناحية الوزن ومن ناحية؟ والله أكيد أنها تكون أول قصيدة أنها ما تكون صالحة للنشر. إيه. يعني بوقتنا الحاضر هذا، ولكن والله أني ما أحفظها، بس أني أنا أذكرها أنها يعني لونها الحين ما أقولها. إيه. يعني الواحد يختلف مراحله. صح صح، انه كل ما بعد فتره من الزمن انه يتطور ويستفيد من فعلا الوقت والخبره. طيب وش القصيده اللي عرفت فيها اعلاميا؟ عرفت اعلاميا قصيده اللي يقول قميني ديبي فوق غالي مثمين. ممكن نسمعها؟ ابشر. يقول قميني ديبي فوق غالي مثمين، من دولة اليابان جابه وكيله، توه وصل للمملكه قبل يومين، يا عاشق الفكسار باشت مديله، مصمم معالم مضت له براهين، عليه ما بحاجة مستحيلة، يحاولون الغرب صنعه من سنين،
وعجز خبير الغرب يصنع مثيله، أقطم خشم يشد الفرخ الشياهين، اللي ينصر من راس عيطة طويلة، واللي اعترض والله عطى يسار ويمين، مثل الهنوف اللي يتكد القديلة، لا شافت العاشق مشات له على هوين، قامت تمايل خصرها وتخطيله، واللي ركبت مركب الله السلاطين، بعد المسافة ما تطلع حصيله، قدام لا يطنع سنة الصبح ويبين، عليها برسل للعوارف دليلة، برسالة مضمونة هي الفهيمين، كلام سري من زميل لزميله، يا ابو طلال اسمع ولا شفت بالعين، وملف دعوانا عليكم نحيله، انشدك ماني ناشد الا البعيدين، والعلم الرعيه يحب تيله، عن وضع مصفوط الرجال الصفيطين، زمل الحمول اللي يشيله ثقيله، هي مقبله هي فاهمين القوانين، او مدبره هي كاسبين النفيله، عقاب ليل وقبل صوت المواذين، قبل خبر رجال رافع شليله، يقول فيها راحه والقوم مقفين، الحق وحل الوضع بيا وسيله، لا مصدقه لا مكذبه بين الامرين، وسقت الركايب بين عدله وميله، بلشت بالصاحين قبل المجانين، معادلين الهيل بالزنجبيله، ومر ودها كبت عبيد الحسين، ما دام دم حسين نفس الفصيله، اقبل بعيد وشفت قفه وقريبين، والمشكله بالسيل مدري مسيله، حظي بريمه خمن الهرق تخمين، وخير الكلام اللي يقدم دليله، ولديت عيني في سمالنا النجمين، وبكيت من جور الليالي المهيله، غابه وغيبته وتهز الموازين، ولكل نجم غاب يطلع بديله، وثلث واللي وسد الراس خمسين، ونغاب فينا لا تدور عقيله، الاول فشق القرم ملي الكراتين، الفرق بالبارود يهل الصميله، من بعد ما كنا على العرش واسين، ونبيل لنا شز نادى الفتيله، اليوم فينا طامعين المساكين، الحمل كم ماله كيف نقدر نشيله، ارسلتك من ورد خضر البساتين، باقى عليها غلاف شاعر قبيله، خلوا عليها غلافها يا الفطينين، لا تروح دعوانا عريضه طويله، لا تفتحون اقفال بعض الدكاكين، ان شلت المفتاح جود مشيله، ما يلدغ المؤمن من الجحر ثنتين، والبرق لا قفه حسافه تخيله، لا عميت عين ولا جرحت الحجاجين، وشطرت عن طعن السيوف والكحيله، وتم تبعون اللي خلقنا من الطين، والهرج يكفي عن كثيره قليله. سلام. صح لسانك ولا هرج. ابو جايز متى بدات في الانشاد؟ والله الانشاد مبطي. يعني كم لك سنه؟ يمكن حوالي 6 سنين. 6 سنوات. ومن اللي اكتشف الموهبة في داخلك؟ والله الموهبة اكتشفتها أنا. إيه. اكتشفتها أنا وكان بدايات يعني ما هي. إيه. طيب وش الشيء اللي اشتهرت فيها إعلاميا عرفت؟ هي قصيدة واحدة لي أنا. إيه. شيلة بس كانت صدى. تفضل طيب. إن كانت أنشد عن قصيدي وآخره ما به جديد إلا همومي والتعب كل يقول الشعر أنا اللي صاخره أحد كتب وابدع واحد لما كتب يا كثرهم ركاب قوم الباخره متخالطه مدري عجم ولا عرب وانا قصيدي للعوارف ذاخره واليا كتب تكتب على حشمه ودب. سلامتكم. صح لسانك ولا انت سلمت. ابو ياسر شاعر نظم ومحاورة، المحاورة متى كانت بداياتك فيها؟ والله بداياتي في المحاورة تقريبا 1415. نعم هذه أول بداية كانت. طب أنت في بداية يعني مرحلة الشعر سواء نظم المحاورة وش اتجاهك كان؟ والله أنا ما كان يعني بالعكس أنا شاعر مو يعني قبل. لا أنت ترى نفسك مثلا شاعر نظم أو محاورة؟ لا المحاورة أميل للمحاورة أكثر. أكثر طبعا. أكثر نعم. طيب وش المحاورة أول محاورة لعبتها عام كم؟ أول محاورة 1415 وكانت مع حبيب العازمي، كانت المحاورة كان مستور العصيمي وحبيب العازمي معزومين عند حرب في المدينة؟ اي نعم في المدينة. كان اول محاورة لي مع حبيب العازمي. بتذكر طيب منها شيء؟ والله اذكر فيها. ودني كله يكون بالصوت. شيء لها يعني. المشكلة اني ما اذكر الا تقريبا بيت او بيتين. او مثلا تذكر شيء عارفه مثلا محاورات اخرى. تبغى الجبل اللي مع حبيب؟ اللي حبيبي او غيرها اللي تبي. اللي مع حبيب هذه يقول يا مرحبا ترحيب كل نور في نور
والنور بين الناس يا مطيب شاعه يا حبايب انت قوم ولا يقوم مستور والطيب اللي من وراء قوله طماعة. رد عليه حبيب بس والله ما اذكر له. طيب تحورت انت صياف رحمه الله؟ نعم. وتذكر شيء من ايوه لانه تحورت مع صياف واشاد في شعريتي اذكر بيت له انا اقول طبعا نبيه بالصوت ما بالصوت ايه يا مجلس الكون قرس وش قلت يا عم بوش يوم كل انتن على حكمه يهوش. هذا بيت لي مع صياف. رد علي صياف يقول البس حزام الشرف وطلع من الحوش قدام راشد يحطك وسط حوش. كان موجود راشد طبعا في المحاضرة. ايه نعم الله يغفر له ان شاء الله وصح لسانك. صح. ابو تركي هل فيه شاعر معين تاثرت فيه غير الوالد رحمه الله؟ والله ما في يعني شاعر معين ولكن الشاعر يتاثر بكل شاعر جزل. يعني اي شاعر جزل يتاثر فيه، اي قصيده جزله يتاثر فيها الشاعر. والشاعر يعني يحاول يطور موهباته من تاثيره بالشعار. صح. طيب هل ترى ان التاثير له يعني زي ما نقول سلبيه على الشاعر؟ أن يتأثر بشاعر يكون نسخة مكررة. هذا له سلبية إذا يعني أنه حاول يقلده ويحاول أن يأخذ أسلوبه، ولكن أنا يعني أخذ الفكرة من الشاعر ولا أحاول أن يقلد أسلوبه. والله أجيب بيوتنا يعني بعض الناس من كثر يجيب تلقى بقصيته بيت بيتين للشعار معروفين ثم قال الفكرة موجودة ثم قال أنا بس غيرت القافية. صح صح. طيب وش القصيدة الأقرب إلى قلبك دائما؟ والله القصيدة الأقرب إلى قلبي. والله قصيدي كله قريب لقلبي. ما في شيء محدد مثلاً تحس إنه دائماً إنك تردده دائم تحب تردده في الأمسيات في المشاركات؟ والله يعني القصيد كثيرة اللي أنا أردده من ضمنها اللي يقول محلاك يا الفكسار لو ما أنت غالي عليك ما يصعب طريق مشيته يا شريك رجال معه راس مالي ولو كان معي فلوس مبطي شريته مرتب يدوبه يكفي عيالي والجيم ما أقدر قيمته لو بغيته غالي وانا واحد على قد حالي نوب الريال ادوره ما لقيته انا اشهد ان القل ذيب الرجالي كم واحد مثلي وبوجهه قريته صحيح ما به العوارف خمالي لكن يقلل بالعزايم لقيته لو انت رجال تروم المعالي يقصر خطر رجليك عن ما بغيته ويصير بين الناس مالك مجالي حتى رفيقك اكرهك لا نصيته والمال طلع قاصرين الحبالي كم الرضي ينطلع المال صيته عوجاه عند الناس تمشي عدالي لو كان ما تعرف هل الجود بيته قلت وانا واحد بعيد المدالي في لازمي ولد الردي ما نصيته واللي زبن تزبن طويل الجبالي اللي ذري جانبه لا رقيته افراق يا دنيا مداها الزوالي معذور لو فيها شما غير ميته. سلامت. صح لسانك. ابو ياسر ودنا تكلمنا عن الزمالة تعريفها. والله الزمالة هي اشتهرت في الحجاز طبعا. الزمالة كانوا يبدون فيها جماعة يجون وقت الاحتفالات والمضيفين يردون عليهم وهذا الزمال هو أحد يقول الحدى واحد الزمال ولكن اشتهرت الزمال في الحجاز. طيب تذكر منها شيء ودنا؟ نعم في زمالة بيني وبين عماد الشريف عزمني عماد الشريف مرة وكانت هادفة أقول فيها الصوت طبعا. سلام والكاتب كتب والقاري القاري قرأ من روضة محمد رسول الله لين أم القرى كم القبائل حرب والسلمان ومطر القرى واكمل على وضح النقادع وك يا عماد الشريف والثاني يا اهل ويزعلون الغرب معترك انقرا
المسلمين بخير ما تشرب لي بندي سبقرة. الله كريم الوجه مكرمنا ولا حنا فقرة. والله يحفظك يا مالكنا خادم البيت الشريف. طبعا هذه بمناسبة مقاطعة المنتجات الدنماركية. رد علي عماد الشريف يقول: يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر ما يحقر، الضيف له واجب ليام النهلفة وموقرة، سيف المعزة والمحبة فاللقى ما يشقر، نجم بدا والنجم الآخر وين يا القلب النظيف، واللي يضيق من العدا ما همنا لو طنقر، يبقى لبنهم عندهم حتى بقرهم يعقر، وفالآخرة ميعادهم من زالهم نار صقر، وامر المليك مأيدينه لا نزيد ولا نضيف. صح يا سانة وسانة أبو تركي، ما هي مقومات الشاعر الناجح اللي تتراها؟ والله الشاعر الناجح اللي قصيدته تكون أعرف كيف الشعرية قصيدة لها ثلاث محاور رئيسية: الوزن والقافية والمعنى. الشاعر اللي ما يجيد الوزن والقافية هذه قصيدته ما تلتقي انها تكون قصيده. واما المعنى، المعنى زي اللغز يعني بالقصيده، فيه من يجهل وفيه من يجيب. لا بده يكون هادف. فعلا. طيب بيع بعض الشعراء قصائدهم ترى انت جائز مثلا من حق الشاعر انه يبيع قصائده او لك وجهه نظر اخرى؟ والله انا اشوف انه ما يجوز الشاعر يبيع قصيده، يعني كيف يبيع مشاعره؟ يعني هذه مشاعر ما يقدر الواحد يبيعها. صحيح. طيب نبي قصيده غزليه. غزليه والله اني يمكن ماني حافظ. لو كانت تغزل، اذا ما كنت، اذا انت ما انت ما تحب لا والله في غزل، لو تغزل بالبر. لا في وحده يمكن ان نجيبها. تفضل. يقول: يراك بلي من الخوبه سرى عقلي، عقاب ليل وقبل صوت المواذيني، أقطم خشم ما يداني لمسة الرجلي، فكسار ما دوقوا فيها المساكيني، ما حملة قات والله حملة فقلي، ما فوق هلا رسولي للمحبيني، قدام نور الصباح الليل أنا يقلي، متعدي الدرب جعله للبراكيني، متوجه صوب ديرة عاشق وقلي، دار سكن في كنفها قرة العيني، اللي لسلهمت بعيونها النقلي، أضيع بين الشفايف والحجاجيني، غير ونزه الماس واليقوت والحجلي، من توقت العنق شمعة للمزويني، طبعه كلامه قليل وانهرق خجلي، واللي سكت فيه من صمت السلاطيني، يا ابو سعد ليلة ما الله يقضي لاجلي، قدام لا اشوف من حبه معنيني، من دون هي الرياح خيل تسرقلي، واقف بدربي بعيدين وقريبيني، حاول تطفي سنة نار توهقلي، سدد وقارب عسى ترجح موازيني، وان كان عية تساوالي وتدرج لي الحل عندي برشاشي وسكيني. صح لسانك له انت. أبو جايز، نفس السؤال سألت أبو تركي لكن على الإنشاد، ما هي مقومات المنشد الناجح التي تراها من وجهة نظرك؟ مقومات النجاح واجد. انتقال منشد القصائد الجزلة. جميل. والألحان الجزلة. يعني أهم شيء قصيدة واللحن. جميل. طيب نبي نسمع منك شيء آخر. يقول: كان الغلا والحب متمسك فيه، وش عاد كلمة له تنقال دايم، وش عاد له تقول واقول لك ليه، يكفي ما دام الزعل فيك عايم، الصمت عن بعض الكلام افتخر فيه، كني أقول إني عن الصمت صايم، لها الزمان اللي يجيبه يوديه،
ولها الظلايم تستبيح الظلايم، ولها الكلام اللي نحب ونغليه يرخص عظايم عند راع العظايم، ولها الضمير اللي نحاول نصحيه عن الحقيقة يا بيض الوجه نايم، يصحق لها الحقيقة ما تهم وتعنيه، يصحق قبل تكثر عليه الشتايم، يا هيه ما تسمع كلامي وتوحيه اللي علي من الهضايم هضايم، ما خلت الايام حي يواسيه، صكات بقعه ما ترك الغنايم، ما كل جرح له طبيب يداويه، وانت تعرف اني وانت تعرف اني من الهجر هايم. سلامتكم القصيده ما واضحه. صح لسانك كلها انت. ابو ياسر، لقبت في شاعر الامن العام، متى كان هذا؟ والله لقبت في شاعر الامن العام هذا بناء على كانت مسابقه للامن العام على ايام عهد الفريح، كان فريق الظاهر، فانا قريت المسابقه في نزلت في الصحف المحليه، وطبعا شاركت في نشيد الامن العام، بلغوني في الامن العام، بلغني مدير العلاقات العامه في الامن العام من قصيدتي، اخذت النشيدي اخذ الدرجه الاولى طبعا، فكان هذا كم عام كم؟ والله تقريبا اني ما اذكره، لكن في تقريبا 1420 او 17. طيب ابو تركي نريد قصيده مختاره. يقول يا زياد بالدنيا بعيده شبوحي، ماني من اللي نظرته عند ما طاه، نفس الفعل الطيب دايم طموحي، ودرب الرضا من صغرنا ما مشيناه، بالدين والاخلاق هذبت روحي، ونبينا المختار نهجه نهجناه، قلبي لصافين النوايا نصوحي، يوم من بعض الناس سود النواياه، من الحسد من الحسد والحقد قلبه يفوحي، فوح الدلال اللي على الجمر مركاه، الاسرار خلق الله دايم فضوحي، اللي يسمع في علم جابه ووداه، ضاري على نبش الف تنول جروحي، ماله مع الاجواد حسنه بدنياه، نفسه على هرج النميمه جموحي، بالمجتمع عسى قليله حلاياه، مع العرم مثل السروق المزوحي، يلا لا تبل الجويد بلواه. صح لسانك ولا أعزائي المشاهدين، في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيوف هذه الحلقة، الشاعر فالح الرويتعي والشاعر سعد محمدي والمنشد أحمد جايز البدراني، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات البرنامج المفتوح لصحيفة حرب الإعلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صحيفة قبايا الحرب من سلام، ردات الطيب وانتم تستحقونها، الصحيفة كريمة والجماعة كرام، وقفيت ما يجوز العذر من